500,000 طالب سيستفيدون من التغطية الصحية، و400,000 من المنحة الاجتماعية. قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن 300,000 طالب سيستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية خلال الموسم الجامعي 2020-2021، فيما سيصل عدد المستفيدين من المنحة الجامعية إلى 400,000 طالب. وأوضح أمزازي خلال جلسة الأسئلة الشفوية للأسبوعية بمجلس النواب اليوم الاثنين أن الدخول الجامعي سيكون عند منتصف أكتوبر 2020 بجميع المؤسسات الجامعية، مع إعطاء الإمكانيات للطلبة لاختيار التعليم عن بعد أو حضوريا، سواء بالنسبة للمحاضرات أو للأشغال التطبيقية أو التوجيهية في مجموعة صغيرة، في احترام تام للإجراءات الاحترازية الجاري بها العمل.